تستهدف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمركز السعودي لمعلومات الشبكة من خلال مشاركتها في ملتقى بيبان الرياض للتعريف والتسويق لخدمة أساسية وهامة في مجال التجارة الإلكترونية، وهي خدمة أسماء النطاقات السعودية. فهي توفر تسجيل أسماء النطاقات تحت .sa وأيضاً باللغة العربية تحت نقطة السعودية، وتعتبر الهيئة الأولى عالمياً في إتاحة أسماء النطاقات بلغاتها المحلية وهي اللغة العربية.